إيمان، مصطلح كسر الخواطر يذكرني بتغريدة لك، تحطولنا إياها بس إخواني. تغريدة كانت تقول: صار لأسبوع متحمس ليوم الجمعة لأن ولد في المدرسة قرر أنه يعزم كل الصف عنده في البيت. اليوم أحاول أكلم الولد عسى بيطرش لللوكيشن وما يرد علي. قصة انتهت بدموع أحمد مثل ما وصفتي لنا في التغريدة. ما بسألك عن كسر الخواطر، ولكن بسألك عن جبرها ومدى تأثيرها. هو صراحة أنا يعني بعد ما كتبت التغريدة، صح أن أنا كتبتها وأنا يعني خاطري مكسور متأثر، لكن الحمد لله سبحان الله كانت مثل ما تقولين شرارة لجبر الخواطر، وشرارة لنشر الوعي زيادة عن التوحد وعن أهمية التقبل، ويعني كيف نخلي عيالنا يتقبلون الأطفال اللي يعني من أقرانهم المختلفين عنهم شوية. نعم. الحمد لله ناس كثير تواصلوا معي قالوا لي إحنا نشكرك، لأن فعلا إحنا ما كانت عندنا هالنقطة في الوعي، يعني إحنا نربي عيالنا ونفهمهم ونعلمهم تعاليم الدين والآداب والأخلاق في التعامل، لكن يمكن ما قد طرقنا إن إحنا نكلمهم عن هالشيء. وفعلا كثير من الأهالي ابتدوا يكلمون عيالهم ويحاولون يفهمونهم، خصوصا التوحد شوية صعب، لأن هو يعني أنا ما أريد أقول إن هي يعني هو تميز مخفي، صحيح. يعني الإعاقة أو يعني التحدي مش مبين، الاختلاف مش مبين، صحيح. فبعض الأطفال يمكن ما ينتبهون أن هذا الطفل مختلف، يلاحظون تصرفاته غريبة لكن ما يقدرون يترجمونها، صحيح. أو يدركون أن هذا التوحد أنه فعلا في اختلاف وفي عنده صعوبات في يعني التواصل. في التواصل، نعم. وفي يعني أنه يجاريهم في لعبهم أو في الكلام وياهم.